مساء الخير. أول يوم أنا بطلع على صدور حي على لايف عشان أوصل صوت السودانيين بقطاع غزة اللي أنا منهم. موجودين أسرة سودانية من زمن الدولة العثمانية بقطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة اللي هي إسرائيل يعني. فهم اندثروا وفي شيء الإعلام أو حتى الدولة السودانية ما بتعرف إنه في سودانيين موجودين بقطاع غزة بالمخيمات اللاجئين، وإلهم سنين هم لاجئين بدولة دول من البداية. مساء الخير، أنا اليوم بدي أتكلم عن السودانيين الموجودين بقطاع غزة وبفلسطين، بدي أوصل صوتهم لإخواننا السودانيين بالعالم الموجودين. اندثروا وما في إعلام عنهم يظهرهم على الساحة الإعلامية. بالنسبة للاجئين السودانيين في قطاع غزة ما حدا بيعرف إنه موجودين، وأنا منهم يعني. أنا لاجئة سودانية بقطاع غزة من أسرة علي دينار. احنا موجودين بفلسطين قبل الدولة الإسرائيلية، كنا موجودين أيام زمن الدولة العثمانية. جدنا طلع من السودان آخر مرة، آخر قبل ما يستشهد السلطان علي دينار، اتجه بالمحمل الأخير لكسوة الكعبة. بعد ما بيرجعوا من السعودية كسوة الكعبة بروحوا للأقصى بيقدسوا وبرجعوا المحمل، برجع من سيناء لمصر للسودان. فصار غزو في سيناء واستشهدوا القافلة من السودانيين كلهم. فضل جدي يعني بينزفوا وعالجوه، قبائل بدوية، قبيلة بدوية عالجته وظلوا مستقر. بعد ما سقطت السلطنة بالسودان فضل بفلسطين اللي هي في منطقة اسمها المجدل، وحاليا هي أشكلون. وتكاثروا أولاده، تزوج تركية من أبناء الدولة العثمانية، وظلوا موجودين في فلسطين وانمحت يعني القصة تبعتهم على عبر السنين. فهم لاجئين بدولة فلسطين من لهم حوالي تقريبا 105 سنة. وأنا بتكلم عن أسرة علي دينار السودانيين الموجودين بقطاع غزة. هم تقريبا أكثر من يعني أسر كثيرة، ينعدوا أكثر من 1000 يعني، وتوزعوا. في كمان موجودين بالأردن منهم نفسهم السودانيين. احنا السودانيين في إعلام عنهم بالنسبة لدولة الأردن فيه، وبالنسبة لدولة مصر موجودين. عم احنا بنحكي على صرخة السودانيين في قطاع غزة من المعاناة من الحروب، عانوا ولحتى الآن موجودين بمخيمات، يعني المعاناة تبعتهم كتير، عندهم معاناة. وانتوا بتسمعوا في الأخبار عن قصف غزة وعلى مر السنين، يعني مش من اليوم، من حوالي 70 سنة وهم بيعانوا في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة. فهم موجودين السودانيين حاليا في عدة مخيمات بقطاع غزة، منها مخيمات المعسكر الشاطئ في غزة، وفي موجودين منهم مخيمات معسكر دير البلح. أنا من مخيم معسكر دير البلح. وفي مخيمات جباليا، في مخيمات موجودين كمان سودانيين، في مخيمات انصارات، في موجودين كمان في مخيمات البريج، مخيمات خان يونس، مخيمات كندا برفح، ومخيم الشاطئ كمان، شاطئ انصارات. يعني عدة مخيمات. تقريبا في عندنا هون زي 7 مخيمات او 8 مخيمات موجودين فيهم سودانيين، واحنا بدنا نعلن صوتهم لانه هم موجودين سنين وما في اعلان انه يظهر لاهلنا في السودان او بالدولة السودانية او كمان بالعالم كله انه في سودانيين بقطاع غزة. هذا المشكلة. فاليوم انا بدي اتكلم عنهم وانا منهم، انه اوصل صوتهم للعالم انه موجودين سودانيين ما قادرين يطلعوا من قطاع غزة.
ولا قادرين يحملوا جنسيات سودانية، ولا قادرين يطلعوا من غزة من الحروب. ويعني لهم كم حوالي السنين، يعني حوالي هم موجودين في فلسطين أكثر من 80 سنة 90 سنة. ففي شيء من العالم كله ما بيعرف، حتى للدولة. الدولة احنا قدمنا طلبات للدولة السودانية أيام البشير، وترفضت القضية يعني تبعتنا. فاحنا اتجهنا ان يكون عندنا رأي عام، يعني رأي عالمي، انه كل العالم تعرف انه في سودانيين بتطلع في السودانيين الموجودين في قطاع غزة، حتى نطلعهم من الوضع اللي هم فيه، موجود من تحت القصف والحروب. يعني قطاع غزة ما بتنتهي حروبها، فهم بيعانوا وعانوا وهيعانوا. فاحنا بنقدر احنا نوصل صوتهم للعالم، اللي يقدروا يساعدوهم مثلا يطلعوا من الدولة من قطاع غزة، يروحوا على دولة آمنة فيها أمان وفيها أكثر سلام. فأنا من احنا السودانيين موجودين كلهم تكاثروا من أسرة علي دينار، وأنا اسمي فاطمة علي دينار، هم أسرتي أنا، وأنا بتكلم عنهم. فإحنا كنا بدنا نوصل، إحنا تابعين كمان لليو أن، من يوم ما كنا لاجئين بفلسطين إحنا تابعين لليو أن، يعني هو المسؤول عنا، بتحتضننا أي دولة. إحنا بنشكر إنه دولة فلسطين احتضنتنا، نشكر الدولة. إحنا كمان في عندنا جزء في الأردن كمان احتضنت السودانيين القدامى. إحنا ما بنحكي عن السودانيين اللي حاليا موجودين، إحنا بنحكي عن سودانيين لهم 80 سنة 90 سنة، إن هالدولة السودانية ما بتعرف عنهم، ولا يعني أخواننا السودانيين يعرفوا إنه في سودانيين لهم 100 سنة متشردين نازحين. في بداية حروب الدولة السودانية، يعني حروب أيام بعد سقوط السلطنة، إنه كتير تشردوا سودانيين ونمحوا معالمهم، إنه ما موجودين، ما حدا جايب يعني خبرهم بالمرة. فأنا حبيت أن أطلع اليوم بمساعدة إخوان سودانيين، يعني أن أحكي المشكلة تبعتنا. أنا بتكلم عن كمية أسر، لأن أنا شايف أنهم عانوا وبعدهم بعانوا، أنه ما يعني ما في حدا بيعرف عنهم أنه في قطاع غزة نسبة كبيرة، يعني أنه في سودانيين، وسودانيين ممحي هويتهم وممحيين يعني عن الإعلام عن العالم كله. يعني هم قطاع غزة يعني مسكر برا وبحرا وجوا، يعني لا بيقدروا يطيروا، لا بيقدروا يسافروا عن طريق البحر، ولا بيقدروا، يعني الحدود مسكرة. واحنا انا بديش انت بتسمع ايش هو بصير بقطاع غزة، ايش الاخبار كلها قطاع غزة. وانا حبيت اوصل لهم اياها، اللي هم ما هم قادرين حتى في قطاع غزة ما قادرين يعملوا بش مباشر يعني لايف، ويوصلوا صوتهم لدول العالم، لانهم هم بيستحقوا المساعده. لانهم لحتى الان هم عايشين سنين في مخيمات لاجئين، ضلوا لاجئين، وهم يعني حابين يطلعوا، انه يعني ما عندهم هويه وما عندهم دوله، اللي هي الدوله اللي هتسعى في اخراجهم يعني من قطاع غزه. فتوجهنا للإعلام حاليا لأخواننا السودانيين اللي في الخارج، إنهم يساعدوا إخوانهم وأهلهم، يعني إحنا بنضلنا أهل ودم واحد وبلد واحد وعروبة واحدة، يساعدوهم يطلعوا من قطاع غزة. وبتعرفوا أنتوا كيف في قطاع غزة موجودين، يعني كيف المعاناة هناك. حاليا أنا طلعت أول مرة، أول مرة أنا أطلع لايف، يعني عشان أوصل صوتهم السودانيين اللي بقطاع غزة الموجودين بالمخيمات اللاجئين. هم موجودين حوالي 10 مخيمات لاجئين لحتى الآن، وهم تابعين لليوان، يعني هم تابعين مساعدات لهيئة الأمم المتحدة، يعني من مأكل وملبس ومسكن سنين يعني على هذا الحال. هم ما بي يعني ما بينتموا للدولة الفلسطينية، بضلهم سودانيين لاجئين يعني موجودين. فأنا اليوم أنا حكيت كلمتي، يعني إن أوصل صوتهم، وأنا بنتهم يعني بنت المخيم، فحبيت يعني أن أوصل، وإن شاء الله يصل صوتي لأكثر حد، يعني كل العالم يوصل صوتي بكل العالم، وين في أي دولة من الدول الموجودة الأجنبية أو العربية سوداني، إنه يعرف إنه له أخوان وأهل موجودين في قطاع غزة، ما في حد بيعرف عنهم.
فانا وصلت اول مره اطلع، وانا قلت يعني انا بنت مخيم لاجئين، هم مش مصدقين انه في لاجئين في السودان في قطاع غزه. انا سودانيه من اسره علي دينار من مخيم دير البلح، وانا حكيت يعني عن كل المخيمات، لانه كل المخيمات سودانيين، احنا اسره واحده في قطاع غزه متماسكين ويد واحده من سنين احنا مع بعض، وحبيت اوصل صوتهم من صوتي لكم، وان شاء الله يا رب يكون وصل صوتهم للدول العربيه. والمره الجايه ان شاء الله بكون محضرين لكم البطاقات تبعوتنا تبعت اليو ان. يعني عندنا القضية كانت قضية اللجوء في الدول في دولة فلسطين، احنا القضية تبعتنا قضية متوارثة، يعني بيجي من جيل لجيل، يعني ابويا جدي كنا احنا عندنا بطاقات لحالها، بطاقات من طريق هيئة الامم تطلع لانه لاجئين، بنضلنا لاجئين حتى اولادنا لاجئين واولاد اولادنا لاجئين زي. فاحنا بنقول لكم انه موجودين في قطاع غزة سودانيين، كمية أسر كمية بيعدوا الأكثر من 1000 نفر، وأسر يعني من بنات وأولاد وصغار وكبار، وهم بيرفعوا صوتهم للرأي للجروبات السودانية بالذات، إنه صوتهم يصل للعالم كله، إنه هم حابين مساعدة، إنه يعني يشوفوا المعاناة السودانيين الموجودين في قطاع غزة. هذا حبيت إن أوصله، وإن شاء الله بيصل صوتي إلكم، وبنضلنا على طول يعني نعمل لايف ونصور المخيمات اللاجئين والسودانيين العائلات الأسر الأسر الموجودة بالمخيمات اللي في مخيم، ونعمل لكم لايف كيف هم عايشين في المخيمات وكيف أسرهم وكيف الوضع تبعهم موجود بالمخيمات الفلسطينية، المخيمات اللاجئين بقطاع غزة. وهذا اللي كنت حبيته، وأنا بأشكر إن طلعنا يعني ساعدني أخويا بكر إن أطلع أعمل لايف أوصل صوتي للإخوان للجمعيات يعني الغربات السودانية بالعالم. وشكرا لكم كثير، وان شاء الله صوتي كبنت سودانيه لاجئه بالمخيمات اللاجئين بقطاع غزه يصل صوتي وصوت صوت كل الاسر السودانيه الموجوده بقطاع غزه. وشكرا لكم، وان شاء الله نكون على تواصل، ونشوف يعني احنا لازم نعمل لايف ان نوصل كل المخيمات اللي في عليهم، وشوفوا انتم عشان يصدقوا كمان انه موجودين سودانيين اندثروا سنين وما كان حدا يعرف عنهم، واحنا لازم نطلعهم للرأي العام انه يعرف انه في سودانيين، والدولة نفسها انه الدولة السودانية تعرف انه كمان موجودين، وكمان كل السودانيين في العالم يعرفوا انه في لهم اخوان في قطاع غزة. وشكرا لكم كثير، السلام، وان شاء الله نكون متواصلين من مخيمات نعمل لكم لايف من وسط المخيمات والمعسكرات الفلسطينية اللي عايشين فيها السودانيين. وشكرا لكم.